اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل. إلهي الأمان والأمان، يوم لا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون. إلهي الأمان والأمان، عند سكرات الموت وعند مفارقة الروح وعند معاينة الموت. إلهي الأمان والأمان، عند هول المطلع وعند الوقوف بين يدي. إلهي الأمان والأمان، بهول القيامة وشدائدها. إلهي الأمان والأمان، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. إلهي الأمان والأمان، يوم يقوم الناس لرب العالمين. إلهي الأمان والأمان، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. إلهي الأمان والأمان، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. إلهي الأمان والأمان، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. إلهي الأمان والأمان، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. إلهي الأمان والأمان، في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا. إلهي الأمان والأمان، يوم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلة التي تؤوي ومن في الأرض جميعا. ثم ينجي، كلا إنها لظى نزاعة للشوى. إلهي الأمان والأمان، يوم ترجف الراجفة تتبع الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. إلهي الأمان والأمان، تقول الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. إلهي الأمان والأمان، يوم يعض الظالم على يديه
ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا لم اتخذ فلانا خليلا إلهي الأمان والأمان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المعروف بإحسان لا إله إلا الله الأمان الأمان يا دائم المعروف يا قديم الإحسان يا هادي المذلين إياك نعبد وإياك نستعين يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.